أشادنا نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر بموقف تركيا المساند للشرعية. جاء ذلك خلال لقائه اليوم السفير التركي لدى بلادنا ليفنت إيلر، وبحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ومناقشة مستجدات الأوضاع في الساحتين اليمنية والتركية، مشيرين إلى ما يربط البلدين من علاقات تاريخية وطيدة في شتى المجالات. وأعرب نائب رئيس الجمهورية عن تطلع القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية لتعاون مثمر وبناء بين البلدين الشقيقين في المجالات العسكرية والاقتصادية والطبية. من جانبه أكد السفير التركي لدى بلادنا موقف بلاده الثابت والمساند للشرعية ومبدئها الرافض للانقلابات بشكل عام، مبديا استعداد بلاده للتعاون مع بلادنا والوقوف مع اليمنيين في هذه الحرب الحرجة التي يعيشونها.